جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم إذا حدث وضحك الإنسان أو تبسم أثناء الصلاة؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة أو قطعها أم يجوز إتمامها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب في الصلاة الخشوع وحضور القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده وإجلال الله جل وعلا وعظم وتعظيمه، لأنه واقف بين يديه، فلا يليق بالمصلي أن يضحك، لأن هذا يدل على غفلته عن صلاته ويدل على قلة الخشوع أو عدم الخشوع. وأما تأثيره على الصلاة فإن كان مجرد تبسم فإنه لا يضر، يعني لا يؤثر في الصلاة، وإن كان فيه قهقهة فإنه يبطل الصلاة. نعم.